أكد أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن العدوان الهمجي على غزة واستمرار الاحتلال يفتقد لأي شرعية. وخلال كلمته في افتتاح قمة الاتحاد الإفريقي شدد أبو الغيط على أن وحشية الاحتلال تعكس عجزا دوليا، مثمنا كل المواقف الإفريقية المنحازة لقيم العدل، ولا سيما ما قامت به دولة جنوب إفريقيا لمحاسبة الاحتلال وفضح جرائمه أمام محكمة العدل الدولية. لا زال قطاع غزة يشهد حربا همجية غير مسبوقة في وحشيتها وانتهاكها للقانون الدولي الإنساني. عشرات الآلاف فقدوا حياتهم وأغلبهم من النساء والأطفال. يستمر الاحتلال الذي يفتقد لأي شرعية قانونية أو أخلاقية في ارتكاب المذابح ومتابعة تنفيذ مخطط اليمين المتطرف بإفراغ الأرض المحتلة من سكانها وتحقيق التطهير العرقي. إن هذه الحرب الوحشية تعكس عجزا دوليا عن وقف العدوان برغم قوة الرأي العالمي وارتفاع صوت الرفض لهذه الجرائم. ولكن الحرب من ناحية أخرى أيقظت صوت الجنوب ووحدت مواقف الدول المتضامنة مع الحق الفلسطيني والرافضة لاستمرار آخر استعمار باق على ظهر الأرض. إننا نثمن عاليا كافة المواقف الإفريقية التي عبرت عن الانحياز المبدئي لقيم العدالة والقانون وحقوق الإنسان، ونقول بوضوح أن هذه المواقف لابد أن تتواصل وتتعمق حتى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67.